مساء الخير. سواد لف بلدة كفتون بوداع مشوب الحزن والغضب للضحايا الثلاثة مع إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في مخيم البداوي، تزامنا مع أحداث أمنية متفرقة أودت بحياة أبرياء في الساعات الماضية، جعل الأمن أولوية ولبنان لم يندمل جرحه بعد بضحايا نكبة المرفأ، والتي لم تظهر التحقيقات حتى الآن خيوطا تحد من سيل الأسئلة عن السفينة وحمولتها والجهة أو الجهات التي أدخلتها والتي استفادت من موادها التي لم تتفجر، كما عن الجهة التي فجرت ما تبقى منها، وإن كان من جهة عملت على استخدامها كفتيل لزلزال هز كل بيت لبناني بوجع الخسارة والفقدان، وهز الاقتصاد اللبناني المنهار أصلا بما يصعب تعويضه، وجعل ما يفوق 70% من اللبنانيين يقارب خط الفقر. الوقت داهم في نظر المواطنين الذين يترقبون شفافية في التحقيقات تكون بحجم المآسي التي خلفها الانفجار وبتداعياته المزلزلة، وهو وقت داهم في الرزنامة الحكومية أيضا مع اقتراب عودة الرئيس الفرنسي مطلع أيلول لمواكبة ولادة الحكومة وإيجاد صيغ داخلية تتيح تعزيز الاستقرار وإطلاق الإصلاحات. وأوحى قول الرئيس بري أن يدا واحدة تصفق وليس فقط لا تصفق، بأن عشرات تحل دون تسريع المشاورات الممهدة للاستشارات الملزمة. وغدا ينطلق مسار الانتخابات الفرعية لثمانية مقاعد برفع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مرسوما إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، يحتاج أيضا لتوقيع وزير المالية ليتم تحديد موعد إجرائها المرجح أواخر أيلول قبل 13 من تشرين الأول، أي خلال مهلة الشهرين القانونية التي تصبح نافذة من تاريخ قبولها وصدورها في الجريدة الرسمية، متضمنة قبول استقالة النواب الموزعين على 6 أقضية. ويشهد لبنان مزيدا من الزيارات التضامنية بوصول وزير الدفاع الإيطالي لورينسو غوريني للاطلاع على الأوضاع وتنسيق عمليات الإغاثة، كما يصل يوم الأربعاء وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامبين للوقوف في خطوة ترسم مسارا دوليا جديدا لتكريس منح التطبيع مع العدو الإسرائيلي. يزور وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو غدا فلسطين المحتلة على أن ينتقل الثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة. وسط كل ذلك البلاد تعيش رهاب تفشي وباء كورونا مع تفاقم عدد المصابين، بحيث وصل العدد اليوم إلى 507، وتفاوت الفئات العمرية للوفيات ما يستوجب المزيد من الحذر. فما هي خطة وزارة الصحة للتعاطي مع تململ قطاعات إنتاجية من الإقفال التام؟ مرحلة متقدمة بلغها فيروس كورونا في لبنان في وقت يخشى البعض أن نكون على أبواب النموذج الإيطالي، فأين نحن اليوم من هذا الوباء؟ بعدنا ما وصلنا للحالة الإيطالية، بس نحن على الطريق، لأنه إذا بناخد عدد الفحوصات اللي عم تنعمل على عدد السكان الموجودين بلبنان، نحن بعدنا عم نعمل أقل بكثير من العدد اللي عملوه بالطليان أو بأوروبا كله. نحن عم نعمل تقريباً 4000 فحص يوميا، عم يطلع معنا 600 حالة إيجابية. إذا بنرفع العدد بيرتفع عدد الحالات الإيجابية، وبتصور هذا حيوصلنا لمرحلة إنه نتخطى الحالة الطليانية إذا بقينا بهالدرجة من عدم المسؤولية وعدم الاحتراز وعدم وضع الأمور بنصابها بالنسبة للسكان. في الساعات الماضية ترددت معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن خطورة اللقاح، فما هي الحقيقة؟ فاكسان موجود عم ينعطى، بعد لحد هلا ما فينا نقدر قديش الافي سيكوندير، قديش التعوارض الجانبيه والعوارض المتاخره بالنسبه له، انه بعده يعني صحيح عم ينعطى بس كمان بعده بطور الدراسات.
أما عن إقفال البلاد فهل هذا الأمر مفيد في عملية المواجهة؟ طبعا تسكير البلد بينفع، لأنه الناس لوحدة ما عم تاخد حذرها للأسف. يعني لحد هلأ نحن منتصرف ولا كأنه لا في لا كورونا ولا شيء. الأعراس، السهرات، اللقاءات، الزيارات. الناس بعدها منا اخذ هالموضوع على محمل الجد. اضطرت الحكومة تاخد قرارات قاسية. وزارة الصحة اليوم أعلنت أن إجراء فحوصات مخبرية في بعض المناطق وفي وقت تجاوزت الفحوصات اليومية الأرقام التي تستطيع المختبرات استيعابها يؤدي إلى تأخير في إصدار النتائج، وأن التشكيك في بعض النتائج المخبرية لا يخدم المصلحة العامة. كما شددت الوزارة على المواطنين ضرورة الالتزام بالإرشادات التي تصدرها بالتعاون مع اللجنة العلمية الوطنية للأمراض الانتقالية ومنظمات الصحة العالمية. إلى ذلك، وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أصدرا تعميما مشتركا، وفيه أنه نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بالكورونا تقرر تعليق الجلسات لغاية صباح 7/9/2020 في المحاكم والدوائر القضائية كافة باستثناء جلسات إصدار الأحكام. إلى ذلك، نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طلبت بالعودة عن قرار الإقفال واعتماد التشدد بالإجراءات، فيما تداعى تجار النبطي إلى وقفة احتجاجية في السوق التجاري اليوم مطالبين بإعادة فتح محالهم. كفتون ودعت أبنائها بحزن وغضب، والحزب السوري القومي يستبعد الاغتيال، والفصائل الفلسطينية تسلم أحد المعتدين، والتحقيقات الأولية تشير أن المجرمين الثلاثة من أصحاب السوابق الإرهابية. ودعت بلدة كفتون أبنائها الشهداء الثلاثة على فارس فادي وجورج سركيس الذين سقطوا في مجزرة مروعة وهم يحرسون أهل بلدتهم، وعلى وقع قرع أجراس كنيسة مر يعقوب في كفر حزير والتصفيق والأناشيد القومية والثورية. أنزلت النعوش من السيارات وحملت على أكتاف رفاق الشهداء في الحزب القومي السوري الاجتماعي، وقد لبست الكورة بكامل بلداتها وقراها ثوب الحداد ورفعت صور الشهداء على الطرق المؤدية إلى كفتون وسط الاستنكار العارم والشامل للمجزرة الرهيبة. وفي مسار المتابعة القضائية والأمنية تسلمت دورية من شعبة المعلومات أحد المشتبه فيهم بجريمة كفتون المدعو ألف شين من القوى المشتركة الفلسطينية في مخيم البداوي، ونقلته إلى بيروت بعد اشتباك فجر معه أصيب في خلاله أحد عناصر الشعبة بكتفه. وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وعناصر من القوى الأمنية المشتركة في مخيم البداوي نفذت مداهمة لشقة داخل المخيم تعود للفلسطيني ألف شين بعد الاشتباه بتورطه بجريمة كفتون الكورة. وقد طوقت الشعبة والقوى الأمنية شقة المطلوب حيث جرى تبادل لإطلاق النار ما أدى لإصابة أحد عناصر المعلومات الذي تم نقله إلى مستوصف الهلال في مخيم البداوي للعلاج، ثم إلى خارج المخيم باتجاه إحدى المستشفيات. والمدعو ألف شين واحد من ثلاثة أشخاص مشتبه بعلاقتهم بمجزرة كفتون بعد أن تم تحديدهم من خلال البصمات التي رفعتها الأجهزة الأمنية من سيارة الهوندا. وفق ما ذكرت المعلومات فإن الثلاثة من أصحاب السوابق في الإرهاب وتم توقيفهم مرات عدة، ولا تزال التعقبات جارية لتوقيف الاثنين الآخرين بعد التعرف إلى بصماتهما. وبعد جريمة كفتون اتحاد بلديات الكورة طالب وزارتي الدفاع والداخلية باستحداث نقاط أمنية في المنطقة. ولا غنية هنا عن السؤال الملح، كيف تتمكن سيارة من دون لوحات تقل أربعة مسلحين من السير على طرقاتنا عابرة من منطقة إلى أخرى ولا يكشف أمرها؟ وقد يكون من المؤسف أن الجواب تردده عامة الناس ولا يشرف جهات كثيرة نستنكف من ذكرها الآن، والأمور في خواتيمها ومن له أذنان فليسمع. سقفنا القانون ومرجعيتنا الدولة والدولة فقط. نحن لا نريد الأمن الذاتي، نحن نتذكر ماذا فعل بنا الأمن الذاتي بسنة 1975. المصادر
المصادر المتابعة للقضية قالت أن ما يثار عن تحضير لعملية اغتيال سياسي غير ثابت حتى الساعة، حيث الترجيحات تشير إلى قيام عناصر من تنظيم إرهابي بمحاولات إثارة الفتنة، متوقعة أن تصدر المزيد من المعلومات خلال الساعات المقبلة. حكوميا، الرئيس بري أكد أنه ينتظر الآن ما سيفعله غيره. المشاورات الحكومية تمهيدا للاستشارات مستمرة وإن بهدوء، وإزاء ما تردد عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أطفأ محركاته العاملة على تشكيل الحكومة الجديدة، فقد سئل عن حقيقة الأمر فأجاب بوضوح واقتضاب: بذلت كل ما في وسعي بما يخص موضوع تشكيل الحكومة، لكن تبين أن يدا واحدة تصفق ولا تصفق، وأردف قائلا: أنا أنتظر الآن ما سيفعله غيري بهذا الشأن. وفي ضوء التسريبات لكواليس التحركات والمواقف لإخراج ملف تشكيل الحكومة من التأزم، تحدثت معلومات عن لقاء قريب بين الرئيس بري والرئيس الحريري، الذي ذكرت مصادره أنه لن يبقى صامتا حيال كل ما يتردد في شأن تكليفه، وأن موقفا على جانب كبير من الأهمية سيترك تداعيات بارزة قد يطلقه قبل منتصف الأسبوع الطالع. وأوضحت أن رئيس المجلس انطلق بمساعيه لتشكيل الحكومة استنادا إلى الدستور، وهو لم يجري أي لقاء سياسي قبل مفاتحة رئيس الجمهورية بالأمر، وطالما ليس هناك من نص ملزم في الدستور لتحديد مهلة لتشكيل الحكومة، يقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس المجلس لإجراء اتصالات جانبية تساعد على تقريب وجهات النظر، وبعدها يصار إلى تحديد موعد الاستشارات النيابية وتسير الأمور وفق ما هو مرسوم لها. البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي سأل من الديمان عن سبب حصر السلطة بمنظومة أثبتت فشلها، داعيا لدهم مخابئ السلاح والمتفجرات، ومؤكدا أن حياة المواطنين ليست ملكا لشخص أو فئة أو حزب أو منظمة. ويكاد الغضب الشعبي أن يتفجر عند رؤية المعنيين بتأليف حكومة جديدة يقاربون عملية التأليف من منظار انتخابي ومصلحي، ويضعون الشروط والشروط المضادة، كأن لا البلاد انهارت ولا الجوع عم ولا الكيان ترنح ولا انفجار المرفأ حصل ولا 200 شهيد سقط ولا ألوف من الجرحى ولا 100 ألوف بدون مأوى ولا بيروت تدمرت ولا عقوبات قديمة وجديدة ولا وباء كورونا يكسح البلاد. إن الشعب والعالم يترقبان تأليف حكومة إنقاذ وطني واقتصادي سريعا دون ما إبقاء مهما كان السبب، شرط أن تتألف من رجالات إنقاذ. إن بعض المناطق اللبنانية تحولت حقول متفجرات لا نعلم متى تنفجر ومن سيفجرها. وجود هذه المخابئ يشكل تهديداً جدياً وخطيراً لحياة المواطنين التي ليست ملك أي شخص أو فئة أو حزب أو منظمة. في انفجار مرفأ بيروت تضرر مئات المنازل والسيارات، فكيف ستعوض شركات التأمين على أصحابها؟ بيار البيع. نحن كنا نهار الانفجار دغري قبال البور وزمتنا كتر خير الله، يعني قضيت على السيارة، بس هيدي ما حدا سأل عنها. الدولة ما بعرف كيف بدها تعوض إذا أشخاص عاملين أسيرانس وكل حياتهم يمكن ها هي اللي قدروا يعملوها هي السيارة. الأسيرانس ده تدفع إذا دفعت، هيدي بعد الرابور وبعد التقرير وما بعرف شو، بتدفع على 1005. يعني إذا تصيح السيارة بكلف 10,000 دولار، يعني في 60-70 مليون هالشخص هو بده يقدر يدفع الفرق.
ما بعرف كيف بدي يدفع الفرق. يعيش المواطنون اللبنانيون المتضررون من انفجار المرفأ حالة من الإرباك، فقد راحت السكرة واجت الفكرة، فإلى من يلجؤون ليعوض عليهم الخسارة المادية في السيارات والمباني والمحلات؟ فهم في المبدأ مؤمنون في شركات التأمين، لكنهم حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على شيء. شركات التأمين تنتظر تقريرا رسميا ليحدد ماهية الانفجار والسبب الأساسي له ليبنى على الشيء مقتضاه. شركات التأمين مستحيل هي كشركات تأمين تدفع هول الأضرار، مجبورة هي ترجع على عقودها مع معيد التأمين اللي بيكون هو حامي شركة التأمين وتطلب منه هو يدفع. المشكلة اليوم كل معيدين التأمين إن كانوا أوروبية أمريكانية أو أسيوية، ما في معيد تأمين بده يجي يفتح ويدفع ما لما يبين سبب الحادث. ومن هون أهمية أنه يطلع تقرير دولي يقول أنه سبب الحادث من جراء انفجار، من جراء أهمال، من جراء عمل إرهابي، لنعرف أي بنود تأمين لازم تشتغل. فاليوم جايين وبفهم العالم كله عم طالب الشركات التأمين تعوا ادفعوا لنا، نحن شركات حاطين وبدنا عنا كل المبادرة لندفع وقد ما فينا نكون حد المواطن بهالظروف كتير صعبة. ولكن شركة التأمين إذا بنحكي أكبر شركة تأمين عندها أقساط تأمينية 20 30 50 مليون دولار، مستحيل تدفع هول الأضرار، مجبورة ترجع عن معيد التأمين. واليوم إذا معيد التأمين ما تبين تقرير عم بيقول سبب الحادث مزبوط شو هو، ما حيدفع. وهون في إذا بدك نوعا ما أغلاط أو مغالطة اللي عم تعملها الدولة، عم بتقول إنه ما في تقرير أو ما عم بيطلع التقرير، عم بيأخر التقرير. كل هول التأخيرات عم بيأخروا التعويض عن العالم. شغلة تانية، اليوم عم بيحطوا شركات التأمين تحت ضغط وما في حدا عم بيشرح مظبوط إنه شركات التأمين مش هي حتطلع هذا الحادث، معيد التأمين. فعم بيحطوا شركات التأمين مثل ما حطوا مصارف بالواجهة، وكل العالم جاي عم تطلب شركات التأمين انه تعوا تفضلوا تدفعوا. نحن مستدين ندفع، ولكن بدنا معيد التأمين يدفعنا مثل ما عاملين عقود التأمين. الوقت قد لا يكون لصالح المواطن الذي ينتظر نتيجة تحقيق لا نعرف متى ستظهر. هذا إن ظهرت، وإلى حينه المواطن اللبناني كالعادة يبقى هو الضحية. أعلنت قيادة الجيش عن استمرار وصول المساعدات، وقد حطت اليوم طائرتان مصريتان محملتان بالمساعدات الطبية، ووصلت باخرة إيطالية وعلى متنها آليات هندسية ومستشفى ميداني. وقد انطلقت في مرفأ بيروت عملية إفراغ مساعدات بعثة الدعم الطبي والإنساني الإيطالية طوارئ الأرز من على متن السفينة العسكرية سانغويستو، وأشرفت السفيرة الإيطالية على عملية تحميل المستوعبات التي تضم تجهيزات مستشفى ميداني استخدم في إيطاليا خلال جائحة كورونا، والذي سيتم تركيبه وتجهيزه في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث، إضافة إلى وحدة لرفع الأنقاض من فوج الهندسة في الجيش الإيطالي، ووحدة من المتخصصين في الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. ومن المرتقب أن تصل غدا السفينة العسكرية إتنا محملة بمساعدات إنسانية أخرى. تسببت الحرارة المرتفعة والإهمال باشتعال حرائق عدة في مناطق متعددة بقاعا وشمالا وجنوبا وساحلا، ولا سيما في منطقة الجي والسعديات بعد ظهر اليوم. والتهمت النيران في مناطق البترون وعكار مساحات من البساتين والمناطق الحرجية قبل أن تنجح الجهود بإطفائها. في إخراج بلدتي جران وعبدلي في البترون، أفاد مندوبنا عبد الكريم فياض أن الحريق اتسع واستمر لساعات، وتضافرت الجهود لتتمكن من السيطرة عليه بسبب وعورة الطرقات، وقد ساهمت طوافات الجيش اللبناني بتسريع السيطرة على الحرائق. انسحبت الدبابتان المعاديتان اللتان خرقتا السياج التقني في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل إلى خلف الشريط الشائك في المنطقة تحت غطاء من القذائف الدخانية، التي تسببت باندلاع حريق سرعان ما أدت الرياح إلى امتداده نحو موقع العدو الإسرائيلي في دهر العاصي والأحراج المحيطة به داخل الأراضي المحتلة.
وكان جيش العدو الإسرائيلي قد أعلن مساء أمس سقوط طائرة مسيرة فوق الأراضي اللبنانية. العلاقات الإعلامية في حزب الله أكدت إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة عصر أمس اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب، وأن الطائرة باتت في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية. وفي النبطية سجل تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية معادية منذ الصباح وفوق إقليم التفاح على علو منخفض، كما حلق طيران العدو فوق منطقة أعالي كسروان على علو متوسط. كتب الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري تغريدة عبر تويتر لمناسبة ذكرى تفجيري مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، قال فيها: لعنة الدم البريء المظلوم الذي سال في مجزرة مسجدي السلام والتقوى ستلاحق القتلة أينما كانوا. حق طرابلس بالعدالة سيأتي، وستبقى مدينة السلام والتقوى وأهلها أهل الحقيقة والعدالة. نحن مؤمنون بالعدالة الإلهية، ونردد الآية الكريمة: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعلنت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر في بيان أنه في إطار الحملة الإعلامية والسياسية الممنهجة لضرب صورة التيار الوطني الحر ورئيس جبران باسيل، وفي تجديد عملية الاغتيال السياسي ومحاولة لتضليل التحقيق في انفجار المرفأ واستغلال المأساة للتحريض، يتم تسريب معلومات مختلقة بهدف إيهام الرأي العام حول دور ومسؤولية مزعومين لوزارة الطاقة في الانفجار الذي حصل يوم كان باسيل وزيرا للطاقة عام 2013، متعهدة بمحاسبة ومقاضاة كل من يثبت تورطه بهذه التلفيقات كما جاء في البيان. سوق النجارين التراثي في صيدا مهدد بالزوال. عبد المولى خالد. على مدى أكثر من 80 عاما كان سوق النجارين في صيدا مقصدا للعرسان وكذلك للزبائن القادمين من مختلف المناطق، حيث يتجولون في أرجائه الفسيحة ويبتعون من متاجره العتيقة ما يرغبون من أثاث، لا سيما الأرائك والخزن والأسرة وغرف السفرة وما شابه. اليوم وبالفعل وبفعل الوضع الاقتصادي المتدهور والمعيشي الصعب، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وجائحة كورونا، تحول السوق إلى عالم من الخشب المتآكل. نخر السوس ألواحه وأقفلت معظم محاله وفقد رواده إلى غير رجعة، ولم يتبقى في السوق إلا المعلم سليم الديراني الذي تحدث عن مجد السوق وأفول نجمه. هذا السوق كان فيه 10-12 نجار، بقي نجارة نجاران، لأنه ما في عم نشتغل الشغلات التصاي إلا بده يزبون، بده يشغل لزبوننا بعده حفظنا بيشتغلها، ولا ما عاد في شغل، كله نام. أنت على ورثتي منين ورثتي؟ أنا ورثتها عن بيي، صار لي 55 سنة بشتغل فيها ومبسوط، وصار عمري 80 سنة لأنه بحبها وبروحي بعدني بشتغل، لو مش عايز بعدني بحب أشتغلها. ليه؟ لأنه مزرعة حلوة فيها ذوق فيها رواق فيها كل شيء، بس هلا خلص نامت لأنه ما عادش في غلا وقوى وما عادش حدا يقدر يشتغل. أهلا بكم. 10,000 يشاركون في تظاهرة مناهضة لنتنياهو واعتقالات ومواجهات أمام منزله في القدس المحتلة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على 30 شخصا بشبهة الاعتداء على أفراد الشرطة خلال تظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية. ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإن أكثر من 10,000 شخص تظاهروا قبالة المسكن الرسمي لنتنياهو في القدس، بينما نظمت تظاهرة أخرى أصغر وأهدأ بمحاذاة مسكنه الخاص في كيسارية، بالإضافة إلى عدة تظاهرات متفرقة في مناطق أخرى. وأضافت الهيئة أن متظاهرين من معارضي نتنياهو
اشتبكوا مع قوات الشرطة، وأعلنت الشرطة أن 3 من أفرادها أصيبوا، وجرى اعتقال 30 متظاهرا على الأقل بشبهة الاعتداء على أفراد من الشرطة. في العراق، قوات الأمن العراقية تسلمت قاعدة التاج العراقية من قوات التحالف الدولي. انسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة التاج العسكرية العراقية وسلمتها لقوات الأمن العراقية المحلية. قوة التحالف سلمت الموقع رقم 8 في قاعدة التاج. الانسحاب يأتي بعد أيام على تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأمريكيين في العراق الناطق باسم العمليات العسكرية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي. أوضح أن الموقع كان يستخدم لتدريب الكوادر العراقية من قبل التحالف، لافتا إلى أن الموقع سوف يخصص للقوات الأمنية العراقية لاستخدامه. وكان البرلمان العراقي قد صوت في وقت سابق بالموافقة على رحيل القوات الأجنبية من العراق. معلوم أن الولايات المتحدة تنشر 5000 جندي في العراق، فيما ينشر التحالف 2500 آخرين. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمر صحفيا مساء اليوم في 6 بتوقيت أمريكا للحديث عن اختراق مهم في علاج فيروس كورونا المستجد. إلى ذلك، وصفت شقيقة ترامب في تصريحات سجلت سرا ونقلتها صحيفة واشنطن بوست ترامب بأنه قاس وكذاب وغير جدير بالثقة. وهاجمت ماريان ترامب باريس سياسته في مجال الهجرة، وقالت إن كل ما يريده هو إثارة إعجاب قاعدته الانتخابية وليس لديه أي مبدأ. مزيد من الأخبار الدولية في هذا التقرير. في تصريحات سجلت سرا ونقلتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وصفت شقيقة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بأنه قاس وكاذب وغير جدير بالثقة. وهاجمت ماريان ترامب سياسة الرئيس الأمريكي في مجال الهجرة التي أدت إلى فصل أطفال عن أبائهم على الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز. وقالت في التسجيلات التي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية إن كل ما يريده هو إثارة أعجاب قاعدته الانتخابية، وأضافت ليس لديه أي مبدأ. وأجرت التسجيلات ابنة شقيقة الرئيس ماري ترامب التي نشرت أخيرا كتابا يدين العائلة التي ينتمي إليها الرئيس. وسط توقعات بصدور حكم لم تعرفه نيوزيلندا من قبل، تبدأ المحكمة غدا جلسات استماع بشأن الحكم على المتهم بقتل عشرات المسلمين أثناء صلاة الجمعة في مذبحة صدمت العالم وفجرت حملة عالمية للتخلص من خطاب الكراهية عبر الإنترنت. ونفذ برينتون تارنت وهو أسترالي هجوما على مسلمين تجمعوا لصلاة الجمعة في مسجدين في نيوزيلندا في 15 من آذار من العام المنصرم، مستخدما بندقية نصف آلية، وبث الهجوم مباشرة عبر فيسبوك. طلب كبار مسؤولي القطاع الصحي في المملكة المتحدة بضرورة عودة الأطفال إلى المدارس بعد عطلة الصيف، محذرين من أن عدم انتظامهم في التعليم أكثر خطرا عليهم من الإصابة بكوفيد 19. ويمثل البيان المشترك النادر الصادر عن كبار مستشاري الصحة لحكومات إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية دفعة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال إن عودة الأطفال إلى المدارس يمثل أولوية وطنية. أعلنت الهيئة المعنية بمكافحة حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا إن نحو 24 حريقا هائلا لا يزال مستعرا في أجزاء من الولاية يؤججها ارتفاع درجات الحرارة والصواعق المستمرة. وأودت الحرائق بحياة 6 أشخاص وأسفرت عن إصابة أكثر من 40 من أفراد فرق الإطفاء والمدنيين، إضافة إلى تدميرها نحو 700 مبنى منذ اندلاعها بعد عاصفة رعدية شهدتها الولاية الأسبوع الماضي. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.